تغيا آمين. مالكم شنو عندهم واحد 9 شو اسمي زيد؟ خالد بن الوليد. خالد كيش بان برسلي؟ مع هذيك البنيته كانت معايا. علو 1950 متر. الله اكبر. عي هنا، عي في هذا، هنا في البلاصه. ايوا في القبيزه ليه؟ 4000 ولا 3800 ولا 5000. فين غدا نطلع؟ ربي ربي. زعما تكون العقبه بحال ديال عنق الجمل ديال الخميس عين خماسه. كتعرف مع المفتشين معاني التخصص ديالي. قول اخاي غتكون بحال عنق الجمل ديال عين خماسه. واخي هذاك العنق ديال الجمل انا شحال نقول لك، انا واقيلا عمري ما طلعت فيها. خصني نطلع فيها. اختي تاع الدري صحي مشاو لها طلعوها. الدري ديالنا القصار طلعوها. والله الا العفاريت حفاظ انا عنق الجمل ديال عين خماسه طلعوها حطوا داكشي فيديوهات ماشي لعب ماشي كذوب. المهم خماسات ندوزو الطرق ديال غيصانو طلعوها هذيك الدراري. وما كاين حتى عقبه تما. واش كيقول هذا عاوتاني؟ والله ما كاين شي عقبه تما على هذا السكر. والله ما كاين. كانت هذيك عقبه ما نعرف. هذيك ديال ديال الك خلع عنق الجبل. شي بحال عادي بحال هاش بحال من هنا لهاد القبيزه صافي. الله يرحم والديك. والله العظيم انا طلعت انا سمعت يعني راه وما ادراك ما عنق الجبل. فكر كنت غادي مع الدراري خلعوها قربنا قربنا وما ادراك شنو غادي غادي طلعت في العقبه كنقول فين هي فين هي ما بانتلكش. وقسما بالله العظيم وفي الاول باقيين ديك الساعات يلاه ليه الدراري ديالنا اللي طلعوها وداروا انجاز كبير وحطوه التصاور والفيديوهات وداك الشيء. الانجاز اوليدي هما يبداو من 11 فلان الله فهمتي ولا لا؟ ويضربوا ديك الساعات. شحال 29 ولا 27 بحال هكا بحال هكا العلاوه بحال هكا ضربنا. كثار 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 كثار. انا كنقول لك كثار صح. لا كثار كثار انا ذاك ذاك الجبل كبير بزاف. العمق ديال ديال الجمال راه العمق ديال اذا هذاك عمق الدجاجه وقبل. كلامكم قاصح اصاحبي الله يصبرنا معكم وصافي. والله اخي مصطفى قسما انا مشيت انا فيها زعما مشيت زعما انا مشيت طلعت فيها ولكن عادي ما جاتني عادي قسما بالله. هذه الاماكن هذه محرمه الا على النسور من من يا تحرموا اصاحبي شوفوا هذا الجمال هذا. انا كون كنت حمام مره تنولي نسرع من اجل هذا الشيء. شحال دابا في هذا الصباح دابا من كيلومتر المعلم؟ يكون دابا شي 7. والبارح اللي ضربناه 22 كيلومتر. كتصور بزاف المعلم. كنعشق المنطقة. كنعشق المنطقة. ملي خشيتو انت شي التليفون. كنعشق المنطقة. اللهم بارك. كنعشق العشق. انا
عقبه ما ادراك ما العقبه. شكون يكون؟ لا قريتها في شي كومونتير ما عرفتش شكون يكون. عا شي واحد من الحمام نسورة معايا قفص خماسه وما ادراك ما قفص خماسه بحال هذا وقيله سمعت هكا مال شفتها كيما عرفتي شكون شفتها كومونتير هكا سمعت حتى قلتيها ولكن ما عرفتش خلي طلع شي وكمل انت زين والله زين والله العظيم قسم بالله منك وقال والله غير شي واحد مجنون والله العظيم ايسر لا قلت العقبه هذيك ايسر لا ادراك ما هي دور العقبه مثلا ديال 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 المدرسه ها نقول لها اسم المدرسه ما تجبدهاش نقول لها لا ادراك تقيف ايوا حنا باقي واش غايقول على القله نهار اللي مشاو معنا واش غايقول على تنقب؟ نهار اللي مشاو معنا واش غايقول على المدرسه؟ واكو حضرتي نهار اللي مشاو معنا الامكادي وتبقى ضحكت غدا في الصباح هو كان حاضر وجوج جوج طوموبيلات اللي رفدوه عاود لي واحد المقدم كان حاضر وقال لي جوج طاكسيات قال لي ركبوا هربوا كاملين هربوا قال خدموه هربوا هروبا خدموا ذاك النهار مضحك المعلم كيتمناو فوقاش يجي الحمام المعلم يوسف ولا كاين شي قطع اه ولا خطير والله بطل انا راه والله ما هو سولو كان تريني السي مصطفى لا والو ولكن عطيه عطيه عاطي والله ما كان تريني واش حتى نبقى في الصوره سي صباح ناعس تكون تكومن اه واش كومن دابا كيوريك تكور دابا راه بالعاني كيوريك تكومن الكليل كامل وكيوجد كاين المعلم فهمتني دابا هنا باش كتشوف ان بعض الطني اسم حقيقه سليم الدياخ السيد مرة صاحبي ومسقول كيبقى فولا هذيك العقبه اللي قالت 27 كيلومتر ولا شحال وانا طالع وكنشوف السيد جاي لاصق والله ما كيتعصق زاد احنا هنا وحتى بغى يتكلم مع راسو المعلم كنتمنى وين كنتمنى وين يقول هنا دابا على هذا النقل هذا جاي شنو هذيك هذيك العاده بحال اللي كان كيونس راسو كيونس كان واسين كنقول يا المسخوط قسم بالله شي لمك الاطلس انا نوري لمك الاطلس فهمت ولا لا وكان كنقول يا ولدي سبوا عايروني ها عايروا فيا انا اللي مسخوط انا اللي بقى لك انا اللي مسبع المسخوط الكبير ديالنا انا مسبعو هو يخرج عليا شكون هو المسخوط الكبير ما عرفتوش انا انشوف بيناش عليا مسخوط الله سيدي شوف انت كتبان ضخم انشوف قرب قرب حدا يشوف مع الجبال اصاحبي شوف كمل والله تكمل لك بحال شي مرضي الوالدين انشوف والله تكمل لك بحال شي مرضي الوالدين لا 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 اه خيي كيتهيأ وليدي عارف راسو المية ما ناكلوش يا الدراري يا هذا من هوات من داك العيون ها سيدي زيد السلطة زيد دالاش ما يمكنش انت ضارب هي طرود اللبن بوحدك شوف حنا يطرو نص غنقسموه جوج الناس ولا ثلاثة ما تا علاقة ما يمكنش أما سمعتيش في الجنة داك جا من عند الآخرين جنة شنو غنقول له؟ وهذا هو هزا وليدي أيامكم صطابتو كيدا وليدي تهلا شنو شريتي دابا 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 عيشة وبني على هذه سبحان الله سبحان الله شوف بالكريم معلم شي لبن شي لبن شوف ربي والله اه وصلت معاه والله قال له قال له شوف ربي الزين ربي الزين وربي نفسه وبنفسه نور صح الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء الله أكبر القرآن كيخرج بوحده ما حافظين ما والو اخ جواد وليدي كان يجي معنا لهنا قول له قول له ها يا اخي جواد جي معنا تفيك تبرع مع راسك فهمتي لالا شحال بقى يقول هنا مثلا؟ رجل لهنا شحال بقى يقول شحال بقى يقول هاد العقابي راه تقدر ترتد الله يستر يرتد على الدين كاع الله يسمع لينا يا ربي الكل يسمع لينا لطيف يا لطيف يا اش كتقول انت يا لطيف يا لطيف يا لطيف ولا تنسى الاشتراك في القناة
وتفعيل زر التنبيهات ليصلك الجديد. دمتم أحرار، والسلام عليكم ورحمة الله.